قد نسيت هتاخد سنة يا والله يصاب هذا ما نقوله الله يصاب السي عبد الرحمن وليس كنت في السمية ديالك كنت عارف لا عبد الرحمن لا عبد القادر عبد الرحمن هو الحي عبد القادر هو الميت عبد القادر هو الميت لا إله إلا الله الله يطول عمرك إن شاء الله دابا اللي دار هذا خدمة الله يولي بها رحمة الله هذا هو اللي نقوله اذكروا اذكروا أمواتكم بالخير خير. كيف ما بغي يكون نوعه بخير. هذا هو اللي كاين. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه. اكيد انكم ربما انكم تعقلوا على هذا الوجه موسين اللي بشا انه باش غادي يستافد من كرسي متحرك لكن كيتفاجئ في الاوراق ديالو اللي كيقولوا بانك ميت وهو حي يرزق هو حي يرزق لكن ميت في الوراق. تطورات لي هي خطيرة متابعي قناة شوف تيفي واللي غادي يكشف عليها السي عبد الرحمن اللي هو حي يرزق واللي هو أمامنا الآن واللي كيقولوا لي بأنك خصك تبدل السمية وبزاف ديال الحوايج اللي غادي تسمعوها من فمو. غادي نخليكم متابعي قناة الشعب مع الارتصام ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كي داير السي عبد الرحمن؟ لاباس الله يرحمه. كنعتذروا. نعم. ولو أنك حي. نعم. وفي الوراق ميت. لكن كشفنا على مجموعه من مجموعه من التطورات اللي هي اش شنو قالوا لك من بعد نهار خرجتي معنا في البث المباشر قالوا لي غادي نبدل السميه السميه صلح لي شنو نبدل السميه ديالي شكون اللي قال لك خصك تبدا في العاد شي فين فين السي في المحكمه اها قالوا لي تبدل السميه ولا ما خصهاش تبدل سميتي انا يعني باقي تبدل السميه ديالك وانا باقي حي ما يمكنليش نبدل السميه ديالي الا ما تبدل السميه ديالي انا يعني ميت باش ما مشيت كلشي لي مي يعني ميت ما كيقبلوا يستقبلوني حتى شي حاجه يعني انت هو عبد الرحمن خصك تبقى عبد الرحمن انا هو عبد الرحمن بغيت نبقى عبد الرحمن انا هادشي ماشي لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله قلت لي يا سي عبد الرحمن باللي هذا الشيء على عين بالزوجة ديال السي عبد القادر أيوا يعني فاهمة هذا الشيء هي عارفة وعمدة عارفة نيسو ما كتقول لك كتقول لنا سير صوت فين بغيت ما عندك ما عندي من يعني كتقول لك سير جري طوالك جري طوالك كتقول لي سير جري جري طوالك ما إلا عندك ما دي ديرو إيوا هي يعني كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تيفي موسين متقاعد وأيضا معاق الله يخلي له صحيحته ويطول له العمر واللي حتى الكلام ما كيقدرش يتكلمو 68 عام من بعد ما أنه طاح من شجرة لقى راسو في كرسي متحرك نهار مشى باش انه يستافد بكرسي كهربائي الجمعيه عندها الوثائق ديالها قالوا لي جيب وثائقك ومرحبا بك نعطيوك كرسي كهربائي وسير تحرك لكن مشى باش يجمع الوريقات ديالو لقى راسو في الحاله المدنيه ميت وشابع موت واللي امامنا متابعي قناه شوف تيفي سي عبد الرحمن اللي هو الحي حي يرزق في ارض الواقع لكن ميت في الورق كيقولوا له بانك خصك تبدل السميه تيقول لك ما يمكنليش نبدل السميه انا حي بعبد الرحمن خصني نبقى بعبد الرحمن حتى نموت والله يطول لك العمر قلت لي باللي الزوجه ديال خوك اللي مات اللي هو في الاصل سميتو عبد القادر اه عالمه بهذا الشيء عارفه هذا الشيء وساكته يا ليك ما عمرها قالت لكم شي حاجه ما عمرها عمرها دتها فينا ولا
من غير قالت لك سير جري طوالك. ايه قالت لك سير جري طوالك. كاين الله وكاين الملك الحمد لله. عندك شي ما تديك ديرو. ولا جهدك لا جهد الله. لا جهدي لا جهد الله. ربي كبير. هذا ما عطى الله. الشيء اللي عطى الله تيدير. شنو كتطلب عمي عبد الرحمن؟ نطلب انا من الله ومنكم ويسانا غير ورقي تقدوا لي. وبقى على ما كنطلب انا حتى شي حاجه. ما بغيتي والو. والو غير ورقي. فالدنيا بغيتي غير وريقاتك. غير ورقي تقدوا لي بارك فيا. عايش دابا غير بكرسي متحرك. ايه بكرسي انت كتشوف. تخرج بالكرسي وتدخل بالكرسي وميت. خارج ميت وداخل ميت. هذا الشيء اللي كاين اسيدي. ربي كبير عمي عبد الرحمن. ربي كبير. فرغ قلبك. الحمد لله متابعي قناة شوف تي في ومجموعة من المسؤولين ومجموعة من الإداريين كيشاهدوك من اسمو السي عبد الرحمن. نعم. ربما أن ربي كبير وربما أنه يكون الحل إن شاء الله. نعم. دموع حسرة متابعي قناة شوف تي في واللي كتشوفوها الآن في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية، المسيل المتقاعد واللي حاليا كيستعمل فقط كرسي متحرك، اللي كيقول لك باللي سميتي عبد الرحمن وخصها تبقى سميتي عبد الرحمن، ما يمكنليش نبدل سميتي، مع العلم انه كيقول في المحكمة او في العمالة، في المحكمة ولا العمالة؟ المحكمة في المحكمة والعمالة قاهم. كيقول لك بدل سميتي. اي. شنو تسمي راسك عمي عبد الرحمن؟ سمي راسي عبد الرحمن اللي تبقى عبد الرحمن. بغيتي تبقى عبد الرحمن؟ اي عبد الرحمن لي. أتمنى من المسؤولين أنهم يشوفوا من حال عبد الرحمن. أتمنى من الجهات المعنية أنها تشوف من حال عبد الرحمن. وعلى حد القول ديالو اللي كيقول بأن الزوجة ديال عبد القادر اللي هو في الأصل ميت باسم عبد الرحمن، واللي كيقول بأنها على حد القول ديالو كيقول بأنها على علم جميع الوثائق الدالة كتكون على اسم عبد الرحمن، وهي الدية عبد القادر عارفة بأنها الدية عبد القادر، لكن عبد الرحمن هو هذا. هي كيجيوها مجموعة من كيجيوها. قلت لي كتجيها الماندا وكتجيها هي كتخلص على قبالي أنا هذا الباب اللي كتخلص على كتخلص على عبد الرحمن وهي الدية عبد القادر. وهي وهي الدية عبد القادر. كتخلص على عبد الرحمن وهي الدية عبد القادر. أنا هادشي الله هادشي منكر هادشي ماشي هذا روش الله سيدي. هذا الشيء هذا البطل هذا التزوير هذا اللي داير هذه المراه هذه ما كتشوف باللي كاين تزوير هنا. تزوير ماشي تزوير ما تقول لهم هذا راه ماشي راجلي. راجلي هو اللي مات وهذا وانا صدق نيت وانا باقي حي. هذا الشيء ماشي معقول. بغيت الله منكم يشدوا لي حقي. هذا هو اللي بغينا نسمع منك عمي عبد الرحمن. طلب من المسؤولين وطلب من الله وطلب من القضاء انه يشوف لك. ايوا هذا الشيء يا سيدي اللي عطى الله ودي. مازال كتجرى في وريقتك عمي عبد الرحمن؟ مازال كنجري الحاله هذه وانا نجري وما زلت نجري. يقول بصمت فوضت امري لله. يقول بصمت فوضت امري لله متابعي قناه شوف تيفي. كيفاش غادي ترغم واحد المسن انه غادي يهضر وغادي يتكلم وغادي يفرغ؟ صمتو معبر. الصمت ديالو معبر. سكاتو معبر متابعي قناه الشعب. وكيف ما قلنا ورجوعا الى الموضوع بان سي عبد الرحمن الله يطول له في العمر ويخليه لوليداته ويخليه للمراه ديالو حي يرزق، لكن في الوراق شابع موت. مشى باش غادي يتجرى على الوريقات ديالو، لكن كيقولوا كيتفاجئ في المحكمه او كيتفاجئ في العماله اللي كيقولوا له خصك دير سميه جديده. في نظركم متابعي قناه شوف تي في شنو غادي يقدر يسمي راسو في هذا العمر؟ سمي راسو نوفل. بغى يبقى عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن. بغى يبقى عبد الرحمن ويموت على عبد الرحمن. واللي كيقول متابعي قناه الشعب بان الزوجه ديال عبد القادر الله يوليه برحمه الله اللي هو الاخ ديال السي عبد الرحمن اللي هو في الاصل ميت اللي هو في الاصل ميت يعني هو في الاصل ميت
لكن عبد الرحمن هو اللي ميت على عين مجموعه ديال الاوراق، مجموعه ديال الحويجات اللي هي كتشوفهم وكتراقبهم وكيوصلوها، ربما كيوصلوها في لي بوست، كيوصلوها بزاف ديال الحوايج، ربما مندات، لان السي عبد القادر كان في ميليتير، تحيه كبيره للميليتير كاملين. لكن كيجيو بالاسم ديال عبد الرحمن، عبد الرحمن ها هو، وعبد القادر ميت وشبع موت. شنو هي الكلمه الاخيره والرساله الاخيره اللي تبغي تقولها السي عبد الرحمن؟ كنبغي بوزيري تقادوا لي الاوراقات ديالي، هادشي اللي كنطلب الله، هي الاوراق يتقادوا لي. هذا ما بغيت انا، راه ما بغيت لا فلوس ولا يديك. اش من فلوس؟ غير اوراق يتقادوا لي. بغيتي غير وريقاتك؟ غير وريقاتي يتقادوا لي. فين مشيتي السي عبد الرحمن في الاول انت؟ اش بغيتي في الاول حتى اكتشفتي هادشي؟ بغيتي غير كرسي متحرك؟ سيدي ماشي زين، ندير درت ذاك الاكستري، ملي جيت راهيلو كنلقى راسي ميت. رجعت ليهم قلت لهم اودي واش انا حيو دايرين نتوما ميت كيفاش زعما؟ قالوا كيفاش معمولك نتوما؟ تفاجأتي وتصدمتي مع السي عبد الرحمن؟ كي راهيو تما في هذا كيلقاوني، ولا بيني هذاك الشيء راه ميت نيت، راه دايريني ميت ما بقى ما. وهي دابا هادي 4 شهور باش ضربات عليا، هادي 4 شهور باش ضربات عليا، وموتو 7 سنين دي باش مات هو، إلا دابا هادي 4 شهور عاد ضربات عليا أنا باش يموتو لي وراقي. وفي الآخر كتقول لك جري طوالك. والآخر قال لك يا عندك ما دير ديرو، جري طوالك. كاين الله الحمد لله. وكاين القانون الحمد لله. وكاين القضاء الحمد لله اللي ما عندناش شك فيه. تحية كبيرة للرجال القانون، تحية كبيرة للدرك الملكي، وتحية كبيرة للرجال الأمن الوطني اللي دائما كيسهروا على خدمة المواطنين وكيكونوا قايمين باللازم. الشكر الجزيل لكل متابعي قناة الشعب. أكيد أنكم سمعتوا القصة ديال عبد الرحمن، الحي في الواقع وميت في الوراق، يعني ميت في الوراق. أجدد الترحاب من كل أعماق قلبي لكل متابعي قناة الشعب من بعد قناة الشعب بجهة درعة فيلالت. هذه هي القصة ديال عبد الرحمن اللي كيقول بأنه باش غادي يستافد من كرسي متحرك، لكن في الأخير يتفاجأ بأن الإكسترين تاعو ميت وشبع موت. النداء ديالو متابعي قناة الشعب واللي كيقول أنا بغيت غير حقي، بغيت غير وريقاتي، أنا سميتي عبد الرحمن، بغيت نبقى على عبد الرحمن، وبغيت نموت على عبد الرحمن. صاف، عنده 3 الحويجات، عنده عبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الرحمن، بغى يبقى على عبد الرحمن ويمشي على عبد الرحمن ويموت على عبد الرحمن. لكن عبد القادر راه ميت. الزوجة اللي كيقول ديال عبد القادر بأنها عارفة وعالمة بهذا الشيء، لكن كتقول له جري طوالك. هادشي اللي كاين السي عبد الرحمن. نعم سيدي، هادشي اللي كاين. كتقول له جري طوالك واللي في جهتك ديرو. القانون كاين فوق الجميع متابعي قناة الشعب. الكلمة الأخيرة اللي تبغي تقول للمتابعين، الكلمة الأخيرة اللي تبغي تقول للمسؤولين. سيدي هادشي اللي غادي نقول لك، بغيت أنا غير ورقي يتقادوا لي. كنطلب أنا غير وريقاتي يتقادوا لي، الله يعافيك. سمعتوا متابعي قناة الشعب أنه كيقول بأنه بغى فقط وريقاتو يتقادوا لي، ما بغى حتى حاجة. متابعي قناة الشعب، كنت معنا في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية. المسن اللي كان بغى يستافد من كرسي متحرك وتفاجأ بأنه نهار وجد الوريقات ديالو كيقولوا بأنه ميت وشبع موت. النداء ديالو وصل والرسالة ديالو واصلة ومفهومة لدى الجميع. وإن شاء الله متابعي قناة الشعب، إلى بث آخر وموضوع آخر إن شاء الله. الله يصوب لك عمي عبد الرحمن، نتمنى لك الخير ان شاء الله. هذا كي قلت لك دابا انا ما كنعرفش ربي كبير، ربي كبير، ربي كبير، ربي كبير، ربي كبير، هذه قلت لهم باش ربي كبير، ربي كبير ان شاء الله ما يكون غير الخير. ربي معك ان شاء الله، والوليدات الحمد لله معك، كل واحد راه كيجري في شغاله، لكن ربي كبير ان شاء الله. الله يكثر خيرك سيدي، الله يكثر خيرك. لا اله الا الله. انا عليك انت راك درتي مجهود.